احتجاجية سلمية في العاصمة الجزائرية تزامنت مع تصويت نواب البرلمان على مشروع قانون يتعلق بحق الإضراب، رفع العشرات من النقابيين شعارات رافضة لهذا النص واعتبروه جريمة في حق العمال. صادق الدزيري واحد من هؤلاء الداعين إلى ضرورة سحب المشروع لما يتضمنه من مواد تجعل ممارسة حق الإضراب أمرا شبه مستحيل. لا يمكن أن نسكت على حقوقنا، وإذا وجدنا أذانا صاغية وحوارا جادا وعمل نقابي واضح بإطار المشروعية وممارسة الحوار الاجتماعي موجود، فالإضراب ما هو إلا وسيلة من وسائل الضغط. سنناظر أولا لاسترجاع هذا الحق، وسنعمل على تحسين والتكيف مع القانون مهما كان لكي نثبت وجودنا النقابي، يستمر النضال، وأيضا سنبتكر وسائل أخرى. مشروع القانون الذي تم تمريره بأريحية في الغرفة السفلى للبرلمان عرف نفس النقاش التقليدي بين نواب المعارضة الرافضين له والموالين للحكومة والذين يعتبرونه مدخلا لإنهاء ما يسمونه فوضى الإضرابات. هذا القانون العنوان الأكبر جاء لكي ينظم ممارسة الحق في الإضراب وحل المنازعات بالطرق القانونية، ويبتعد ويبعد توظيف الإضراب في الممارسات السياسية والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية. كل أشكال المعهودة للإضرابات تم يعني بنص هذا القانون إلغائها تقريبا، هذه من جهة. من جهة أخرى هناك نصوص ومواد تتدخل في التسيير الداخلي لشؤون النقابات، وهذا ما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي موقع عليها الجزائر. ممثل الحكومة رفع لصالح هذا المشروع واعتبره ضامنا لحقوق العمال والاستمرار سير المؤسسات بعيدا عن التعسف في اللجوء للإضراب. إن هذا القانون سيعزز آلية الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، لا سيما الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، مما سيساهم بشكل كبير في إرساء السلم الاجتماعي والرفع من المردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي. في الأثناء تستعد الحكومة لرفع المشروع مجددا للغرفة العليا للبرلمان للتصويت عليه خلال الأيام القادمة رغم الرفض الكبير الذي يواجهه في الوسط النقابي. تصويت نواب البرلمان على مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب لم يمنع النقابات الغاضبة من التمسك بخيط أمل رفيع يتمثل في الدستور الذي يتيح لرئيس الجمهورية طلب قراءة ثانية في أي قانون تم التصويت عليه. محمد برغل، الحرة، الجزائر. معنا من الجزائر عبد الرحمن صالح، الحقوقي والناشط السياسي. مرحبا بك عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة. إلى متى ستستمر ما توصف الآن بأنها مرحلة شد الحبل ما بين النقابيين والسلطة؟ مرحبا وشكرا لك على الاهتمام. وفي حقيقة الأمر لا أتوقع أن هناك فعلا شد حبل بين السلطة والنقابات، لأن النقابات الآن وبعد الحراك الشعبي وبعد أزمة الصحية كورونا أصبحت أضعف من أي وقت مضى لعدة عوامل اجتماعية وعوامل سياسية وغيرها. لذلك مشروع القانون سوف، وهذا توقعي الشخصي وأراه قريبا من الواقع، سوف يمر عبر أثناء أو عفوا عند عرضه على الغرفة الثانية للبرلمان، أي على مجلس الأمة، وبدون أي تعديلات أو مناقشات جديدة. القانون كما قررته الحكومة سوف يمر وسوف يصدر في الجريدة الرسمية، وأتوقع كما يتوقع الكثير من المتابعين أن هذا المشروع أو أن هذا القانون بمجرد صدوره صحيح سيجلب بعض المتاعب للحكومة مع النقابات، ولكن أعتقد أن الحكومة سوف تساير هذه الاحتجاجات، ولكنه أيضا سيجلب متاعب أخرى أو صداع. ما هو تفسير المسايرة على المستوى الدولي خصوصا فيما يتعلق ما هو تفسير المسايرة اليوم؟ كيف ينظر الشارع، كيف ينظر النقابيون إلى ما يقدم من حجج اليوم من الحكومة الآن للوضع القائم في البلاد اليوم؟ هل هذا سيدفع إلى تغيير وجهة نظر أو شكل أو طريقة تعاطي النقابيين تحديدا والمضربين اليوم مع الوضع القائم يا أستاذ عبد الرحمن؟
لا، لماذا قلت أن النقابات ضعيفة الآن؟ لماذا؟ لأن هذه النقابات بقيت حبيسة التسعينات من القرن الماضي، لم تحاول تجديد هياكلها القيادية، لم تحاول تجديد قواعدها النضالية، هي تقريبا يعني منفصلة عن عمقها النقابي والعمالي، وعن وغير مرتبطة ارتباط وثيق بالنسيج الذي يفترض أنها تمثله وأنها تدافع عنه، وهو ما يشكل أحد المبررات التي أدت للحكومة إلى سن هذا القانون. تابعنا جميعا مداخلة وزير العمل أمام البرلمان عندما صرح أن هناك أكثر من 46 تنظيما نقابيا لم يعقد مؤتمره الدوري منذ سنوات طويلة، الكثير من النقابات لم تجدد هياكلها القيادية، بالتالي فإن هذه النقابات عزلت نفسها عن عمقها الطبيعي وأصبحت عاجزة عن مواجهة هذا القانون الذي يشكل من وجهة نظر حقوقية انتكاسة فيما يخص حماية حق الإضراب الذي كان يحميه القانون الحالي، قانون 90-14. هذا القانون الجديد الذي قيد الإضراب عكس ما تدعيه الحكومة عن طريق تفضيله باللجوء إلى آليات أخرى مثل الوساطة والتحكيم والتفاوض كآليات إلزامية قبل الذهاب إلى ممارسة حق الإضراب. بالإضافة إلى قضية القانون، ماذا تريد من الحكومة اليوم؟ هذه التظاهرات أيضا مدفوعة بغلاء الأسعار وغلاء المعيشة بحسب ما يقول المحتجون والمتظاهرون والمضربون. أيضا الحكومة من المفترض أنها يعني تتقدم بطلب من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات أيضا، هل هذا لربما مريح بالنسبة للشارع الآن أم تداعيات ذلك القرض اليوم تزيد من الطين بلة؟ في حقيقة الأمر الشارع لا زال في النظرة المتحفظة، الشارع منذ 2019 وهو ينظر بشكل متحفظ إلى الجمعيات السياسية، إلى الأحزاب السياسية، إلى المنظمات النقابية، إلى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ولا زال الشارع حبيس النظرة القديمة على أن هذه الهياكل هي مجرد امتدادات للسلطة القائمة، ومن الصعب تغيير وإقناع الشارع بأن هناك أحزاب جديدة وأن هناك منظمات جديدة تمثله وتدافع عنه وتحمل آراءه، وبالتالي فبالنسبة للرجل العادي في الشارع فإن آخر اهتماماته هي متابعة هذا القانون والصراع الحاصل بين الحكومة وبين النقابات. أشكرك جزيلا لانضمامك إلينا من الجزائر عبد الرحمن صالح، الحقوقي والناشط السياسي.